ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ده ده لسه فيها الروح دي ده لسه فيها الروح الاسعاف يا كل اسعاف الاسعاف بسرعه يا جماعه والنبي يلا بسرعه لو سمحتوا يلا بسرعه يلا الحواها هي فيها الروح خلاص الحمد لله يا سلام قطع النفس خالص يلا اقفل اطلع اطلع باعي ما انت حاطط ايدك في ميه بارده يا بيه مرتضى بنهاوي حاطط سيف على رقبتي ما تقلقش يا شريف انا طلبت من مرتضى يستنى عليك وما يقدمش الشيك للنيابه لمده شهر لحد ما قضيه رنا يتحكم فيها بس خلاني امضي على شيك ب 15 مليون جنيه زياده ايه بتقول ايه انا مش عارف اقول لك يا رضوى انت كده بتعرضي نفسك للخطر عشاني المهم دلوقتي احنا لازم نلاقي حل عشان رانيا يتحكم عليها بسرعه وترجع لنا فلوسنا الله يرحم بابي بقى مش لو كان وافق على جوازه مرتضى من رانيا كان الوضع اتغير دلوقتي بدل ما هو حاططنا في دماغه ومصمم يدمرنا وانا يعني وقتها ما وقفتش قصاده لكن بقى الهاني اختك راحت تحب لي واحد صايع واحد صايع جايبه من على الرصيف كازينو القمار وهو بيضرب مقبوله منك يا شريف مقبوله منك ممكن تهدى بقى وتسمعني لاني هقول لك كلمتين ابرك من 10 انا عمري قصرت معاك في حاجه عمرك طلبت مني حاجه انا ما عملتهاش يا سيدي الولايه كان زمانك في حته تانيه خالص اتك على الصبر الموضوع مساله وقت شويه وقت والفلوس دي كلها هتبقى بتاعتكم ورانيا بقى حكايتها على الله احنا اي خلاف بينا هيبقى ضدنا كلنا اسمع كلام اختك العقل اسمعوا مني بقى انا هفضل قاعد معاكم هنا في الفيلا عشان ما يبانش ان في حاجه مختلفه لحد ما نشوف رانيا هيحصل معاها ايه ولا غلط ايوه ايه رانيا هربت من المستشفى ايه انت بتقول ايه كده كل حاجه هتبوظ يا شريف انا بقولك لسه ماضيه شيك لمرتضى احنا لازم نلاقيها بسرعه والقضيه تمشي زي ما احنا عاوزين نلاقيها ازاي دي احنا نطلع دلوقتي حالا على الاسم وانا هقلب الدنيا واقول لهم ان هم كده بيعرضوا حياتها للخطر وهم المسؤولين انا هطلع غير هدومي وانا كمان مستعد اخسر كل مصرياتي بس ما اخسر شاب من رجالي كم شاب خسرناه راجلين يا بص الله يرحمهم جيب لي 5 محلهم الالمازات لازم يوصلوا لي والا عندي مشكله مع مختار سعادة مختار سعادة جوهرجي وفنان تشكيلي كوميسيونجي لاهم القطع الاثريه العالميه يعني فيك تقول عالم اثار من الطراز الاول مستعد يقتل اي حدا بدم بارد والمافيا الدوليه ما بترفض له اي طلب لانه بتعتبره عمله نادره وبيجيك كمان سيد مرسيدس يلي لحقنا على كل شيء وبده حقه لا بالاخر كمان بيجيك اكرم ريغا بده يضحك علي انا غسان بص الجي بي اس اللي مع الالماظ قوم حضر الرجال مع اسلحتهم خلينا نوصل قبل ما يوصل حدا تاني يلا